الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يقول: هل صلاة الفاتح من الصيغ الصحيحة؟ أي هل هي من الصيغ الصحيحة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قبل ما نجاوب عليها ونوري صلاة الفاتح شنو، أول حاجة يا أخواننا، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي عبادة من العبادات، ولابد يا أخواننا كل إنسان يفهم وكل مسلم يفهم إنه العبادات لابد من دليل حتى تسمى عبادة. يعني إذا ما في على العبادة دي دليل دي ما يسمى عبادة. ربنا قال: أم لهم، وهذا استفهام إنكاري على هؤلاء المشركين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني زول بيجيب عبادة ما عليها دليل ده أمر مردود، وإذا زول جاب عبادة عليها دليل لكن زاد في صيغته، غير في صيغته أو زاد في عدده أو في الوقت بتاعه أو في جنسها، هذا أيضا يعتبر من البدعة وتسمى بالبدعة الإضافية، إلى غير ذلك من أنواع البدع التي ذكرها العلماء. فيبقى أخواننا أي عبادة، ودي قاعدة الإنسان يأخذها عنده، العبادة الزول اللي بيعملها هو اللي بيجيب عليها دليل. يعني لو اختلفنا إنه المسألة دي عبادة ولا ما عبادة، اللي بيقول دي عبادة ده الواجب عليه إنه يجيب الدليل، واللي بيقول ما عبادة يقول يا زول هوي جيب لي الدليل، لأنه الأصل إنه العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كان عليها أو كان هناك دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة من العبادات العظيمة، وهذه العبادة عندها صيغة وصيغ وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها الصلاة الإبراهيمية بصيغ مختلفة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه من أتم وأكمل الصيغ الواردة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صيغ أخرى وقد جمعها العلامة شيخ الإسلام شمس الدين ابن قيم الجوزية في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وده في ورد على الصوفية اللي بيقول لك الجماعة ديل ما بصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن القيم قبل 7 قرون يا صوفي، قبل 7 قرون جاب كتاب كامل في فوائد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ألف كتاب كامل قبل ما أبوك البرعي يكضب ويأكل عيش على عقول الشعب السوداني باسم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. عشان ما تجد تاجر ساي وتجد غش الناس المساكين يقول لك ديل ما بحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يا زول الحب ده جوا القلب، انت خشيت قلبي ولا انت زي ما قالت البليده ديك حرام القلوب تلب، انت حرام القلوب ولا الحاصل عليك شنو؟ في القلب ده ما بيعلم به الا الله، فهمت؟ اما المساله الثانيه ما بصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، بنصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، فهمت؟ وفي محلات العلماء قالوا فيها فرض، وفي محلات قالوا العلماء فيها مستحبه، وكلام كثير، وتذكرها في الاذان لما تسمعوا، وفي اذكار الصباح والمساء بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10، فهمت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله ولم يصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى وحسرة، يعني كان بيبقى
انت قعدنا يعني زي مجلسنا ده لو ما صلينا فوقه على النبي عليه الصلاة والسلام نجي يوم القيامة والمجلس ده يبقى علينا حسرة. دي أدلة من الكتاب والسنة انت قال لك بنتاجر بها ناكل بها عيش. زول العبادة بتاعت الله المفروض يعبد بها الله يأكل بها عيش، يأكل بها عيش. يقول لك ده ما بصلوا على الرسول، ويجي شيخ التكسي داك يقعد يتراقص في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يقعد يتراقص ويهز كتافينه، دي عبادة؟ دي عبادة؟ فهمت؟ فنحن بنقول يا أخواننا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة من العبادات. ما دام بقت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من العبادات، أي مخلوق وأي بني آدم داير يعمل ويقيم هذه العبادة الواجب عليه إنه يرجع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه الصحابي قال للرسول صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، لأنه ربنا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهمت؟ فده الآن احنا بنقوله للناس. أما التجانية قاموا عملوا شنو؟ قاموا جابوا لهم حاجة من راسهم سموها صلاة الفاتح. صلاة الفاتح، الصلاة دي ما لو سألت أحمد التجاني الصلاة دي جاتك بالسند، والتجانية الصلاة دي جاتك بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الرواه منه صلاة الفاتح دي، يقول لك دي آخر زول أحمد التجاني، آخر زول قريب أحمد التجاني طوالي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب أحمد التجاني صحابي؟ يقول لك لا، أحمد التجاني ما صحابي. طيب جاب الصلاة دي من الرسول صلى الله عليه وسلم وبقت عبادة كيف؟ ده ما سؤال منطقي جدا، كيف بقت عبادة؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين قال جاءني سيد الوجود يقظة لا مناما. بس ما تشغلوا الناس يا اخوان، ان شاء الله الصوت بيوصل. نرجع ورا كويس. طيب قال جاءني سيد الوجود، الله الله يبارك، دي حاجات ربنا يتقبل. بس فهمت يا صوفي؟ هسي في حاجات زي دي أصل ما يقدروا بتاع صوفية كانت دراويش كورك وقالوا دي كرامة. فهمت؟ المهم فقال جاءني سيد الوجود يقظة لا مناما. فقام فقال لي، قال أداني صلاة الفاتح، قال فتركتها. الكتاب ده في كتاب جواهر المعاني تعالي حرازم، قال أنا تركت صلاة الفاتح فترة. بعد شوية قال النبي صلى الله عليه وسلم تاني جاني قال لي أرجع لصلاة الفاتح، فلما أمرني بالرجوع إليها سألت عن فضلها، قال فإن فضلها، قال فإنها تعدل كل تسبيح وكل ذكر صغير أو كبير، وكل تسبيح وقع في الكون ومن القرآن ست مرات. ده في البداية ست مرات. قال ثم أخبرني في المرة الثانية أنها تعدل من القرآن 6000 مرة، 6000 مرة. بس تقول اللهم صل على نبينا محمد، الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم بحق قدره ومقداره العظيم. قال دي بالساوي من القرآن 6000 مرة. يعني عند التجانية كلام أحمد التجاني أفضل من كلام رب العزة والجلال تبارك وتعالى، عند التجانية. وده كفر بالله، ربنا سبحانه وتعالى قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي ولو كان بعضهم لبعض معينا، ما بيقدروا يجوا بمثل هذا القرآن الكلام العظيم كلام الله سبحانه وتعالى. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام ما بجيك يقظة، لماذا؟ لأنه لما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر بالسنح محلة بعيدة في المدينة،
فجاء لقى النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي عليه الصلاة والسلام وقد سجي ببرد ببردة يعني. فكشف الغطاء عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قبل جبهة النبي عليه الصلاة والسلام وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك الموتتين أبدا. بعد ذاك أبو بكر الصديق مشى الجامع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لقى المسلمين في حالة عظيمة لما نزل بهم من موت سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقى في ناس ما صدقوا إن النبي عليه الصلاة والسلام مات من الصحابة الفضلاء، منهم عمر رضي الله عنه، وهو يقول: والله من قال إن محمدا مات قال لأقطعن عنقه بالسيف، ولقد ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ميقات ربه كما ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات ربه، قال: وليرجعن وليقطعن أعناق أقوام يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. وفي بعض الصحابة أيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات لكن ما تكلموا خشية الفتنة. وهكذا المسلمون كما جاء في الحديث حديث عائشة قالوا: كالشاة المطيرة، نزل أمر عظيم وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو بكر الصديق ودخل المسجد وعمر رضي الله عنه شاهرا سيفه وهو يخطب في الناس، فقال له أبو بكر: أيها المتكلم على رسلك على رسلك. فلم يسكت عمر رضي الله عنه، فلما تكلم أبو بكر سكت عمر وجاء الناس إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وفي هذا فائدة، ربنا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ده فيه فائدة يا أخواننا، إن الأمور الكبيرة بتاعت الأمة ما يزول بيتكلم فيها، ما يزول، فهمت؟ لأنه الأيام دي في مسألة منتشرة حتى بين بعض الشباب السلفيين، بتكون مسائل بين دول، مشاكل بين دول مسلمة، واحد تلقاه يقول لك: قال الشيخ فلان إنه إذا كان البلد الثانية معادية لك ومقاتلة يجوز الكلام في الحاكم، أنت من أولي الأمر، أنت من الذين يستنبطون كذا قبل الأدلة، أنت من الذين يستنبطونه، يا زول ما لك وما للكلام ده، أنت الكلام ما قدرك، جلابية دي أكبر منك، أنت تتكلم في التوحيد، بين للناس السنة، فهمت؟ دي رسالة للناس، حاجة ما قدرك ما تخش فوقها، ما بيجوز يا أخي تتكلم في حاكم الغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده له علانية ولكن ليأخذه فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. صححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم. وفي حديث ثاني، حديث ذي الخويصر التميمي، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاءه التابعي وقال: إنها هنا من هذا العراق، أي من هذا الاتجاه والبلد، قوما يطعنون على أئمتهم ويشهدون عليهم بالضلالة، قال: وقد فعلوها؟ قال: نعم. قال: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم ذكر حديث ذي الخويصر التميم. الفائدة من الكلام ما بجوز لك تتكلم في حاكم الغير ما دام أنه مسلم، وإن كان ظالما فاسقا شاربا للخمر زانيا ظالما ما بيجوز لك تتكلم فوقه ولا تطعن عليه ولا تخرج عليه، وما تقول لي الدكتور الفلاني قال وأسد السنة بفلان قال، فهمت؟ لأنه لا كبير على النص، وليس بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد من الناس. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تكلم سكت عمر رضي الله عنه، وهو الذي يعرف قدر أبي بكر رضي الله عنه. فقال: أيها الناس، شوف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. عشان ما يجيك صوفي، في واحدين صوفية بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، والوهابية ما بحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث ده جابه البخاري، البخاري وهابي؟ وده لو سألته محمد بن عبد الوهاب مات بيتين ولدوبتين
ولك محمد بن عبد الوهاب ده له 20 سنة، 20 سنة سجن يا أخي. أنت ما فاهم حاجة دار تتكلم ساي أنت؟ فهمت؟ فده رواه البخاري وفيه سند ورجال وعلماء وموضوع طويل، وفيه صحابة رووا الحديث ده، حديث رواته عائشة أم المؤمنين، وأبو بكر الصديق استدل بالآيات دي. فهمت؟ قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله، وفي رواية في غير البخاري ومن كان يعبد الله الذي في السماء فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فوالله ما هو إلا أن تكلم أبو بكر بهذه الآية، قال حتى ما فعقرت حتى ما تقلني رجلايا وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. صحابة رضي الله عنهم طلاب حق، مما سمع الدليل طوالي قاعد في محله، ودي رسالة لأي مسلم سلفي أو غير سلفي، سمعت الدليل تخدت فوق راسك. الصوفي تديه 14 دليل ما بصدق، مش كده بس، يجي يقول لك كمان إذا سألت الله قال يجيك، قال أنت بتمشي للشيخ يديك مطر، ده واحد اسمه الخنجر، قال بتسأل الله قال يجيك وهابي يقول لك ما تسأل الله يعني لو داير مطر، قال أها بتسأل الله وبرضه ما بديك مطر. شوف الكلام ده كيف، بتسأل الله وبرضه قال الله ما بديك مطر، كلام عجيب ذاته. فهمت؟ عشان كده أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تلا الآية دي طوالي عمر رضي الله عنه استجاب، والمسلمين ما بين باك وحزين على هذا النبأ العظيم. والفائدة من الكلام اللي أنا جبته لك ده إنه النبي عليه الصلاة والسلام مات. ولما يجي أحمد التجاني والصوفية يقول لك نحن عندنا أنا بأخذ من الرسول طوالي زي ما قال البرعي ولقد رووا حديثا صح عن مختارهم، ده الصوفية، ولقد رووا حديثا صح عن مختارهم من غير واسطة البخاري ومسلم. أنا وإنت ديل بنقول رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والإمام مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في السنن وكده، لكن البرعي بيقول لك فيش نياز مالكم الشكلين، والله ما عارف إنه صحيح ولا ضعيف، جيبوا لي بالليل أنا برقد في العنقريب وبسأل منه الرسول، ما في داعي للموضوع الطويل ده. فهمت؟ ده الصوفي. وفي صحيح مسلم عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق مشوا لواحدة من الصحابيات يتفقدوها فوجدوها تبكي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا بتبكي ليه؟ قالت أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله ما أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع فصارا يبكيان معه. شوف الكلام ده كيف، الوحي انقطع عشان يجيني أحمد التجاني يقول لي جاءني رسول الله، عشان ما تقول له أحمد التجاني هاي الرواه منه صلاة الفاتح، عشان ما تقول له كده قول لك جاءني يقظة لا مناما. فهمت؟ تاني لا بتقول الوحي انقطع ولا أي حاجة، فده كله باطل يا ناس، ده كله كذب. فهمت؟ وكفر بالله، الصلاة دي بتاعت التجانية، ودي بيبدأ بقى لزيرق المحاضرات والباطل بتاعه. لزيرق قام فك شبهة، قال في تفسير ابن كثير عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول اللهم داحي المدحوات إلى أن يقول الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق إلى آخر الأثر، في تفسير ابن كثير في سورة الأحزاب. صح الكلام ده في تفسير ابن كثير، لكن ابن كثير بعد ما انتهى الأثر ما سكت، قال لك الأثر ده ضعيف، الصيغة دي قال لك فيه نظر، فيه أبي سلام الكندي، فهمت؟ ده مجهول. قال كما قال شيخنا أبي الحجاج المزي، ده شيخ ابن كثير، قال لك الإسناد ده فيه انقطاع، ده ما بجيبه لك لزيري لأنه زول ضال ومبتدع. فصلاة الفاتح صلاة كفرية تحت الطريقة التجانية، ولو في أي تجاني داير نقاش أو مناظرة في الموضوع ده نحن جاهزين. فهمت؟ الموضوع ده موضوع محلول عندنا نحن.
ما في حاجة. بعدين يا أخواننا لو فتحنا الباب إنه صحاه الفكي وهو نايم وجاءني يغزة لا مناما، الدين بيكمل؟ الدين بيكمل؟ كان لقيت القرآن 114 سورة، كان القرآن ده بقى كثير ذاته، وكان الأحاديث دي ذاتها ما بتتلمى ذاته. أنا بجيك أنت الشيخ نمت أنا بنوم، جاك يقظة أنا بيجيني يقظة، ليه أنت يجيك وأنا ما يجيني؟ ده ما سؤال منطقي، فهمت؟ سيد الوجود صلى الله عليه وسلم جاك أنت ما يجيني أنا ليه؟ أنا برضو جاءني سيد الوجود يقظة لا مناما وقال لي ذاك مجرم ساية تجاني. هذه تحلها كيف؟ ما بتحلها، ويبقى ده باب كذب واستهتار بالنبي عليه الصلاة والسلام وبدين النبي عليه الصلاة والسلام، فهمت؟ ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي رضيت لكم الإسلام دينا. نترك بقية الأسئلة لأخونا الشيخ أبو بكر فليتقدم مجزيا مشكور.